الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. زي ما حكينا في الإكسبريشنز المفروض نتكلم عن ما نطلق عليه الستيتمنتس. الكلام متأخر أنا عارف، بس إيه كده كده الكلام مفهوم وكور وعادي، أنت هتكون خلفية يعني. جافا سكريبت كونسيستس أوف جافا سكريبت عبارة عن statements، سطور. السطور ديت بنسميها statements أو عبارة عن جمل. وانت بتكود انت بتكتب حاجة من اتنين، يا اما بتكتب statement يا اما بتكتب expression، تمام كده؟ فالexpression جزء من الstatements. طيب الstatements ديت عبارة عن السطور، ممكن تبقى سطر او اكتر او زي ما انت عايز. هو مقسم لي الستيتمنتس لمجموعه من الحاجات. يعني مثلا في ستيتمنتس بتعمل كنترول على الفلو زي بريك وزي زي اف والز. اهو انت بتقول اف ستيتمنت سويتش ستيتمنت، بتلاقي ان فيها اف والز والز اف وكده يعني، تمام. وبتلاقي فيها اكسبشنز من جوه، في سويتش بتلاقي مثلا سويتش وكيس والكلام ده. مثلا هو مقسمهم لدولت بيعملوا كنترول في الفلو، يعني بيحددوا مسار البرنامج. في عندك مثلا ستيتمنتس للديكلاريشنز، لما بتقول مثلا var x بيساوي 7 او x بيساوي 7 ده عباره عن اكسبريشن، لكن لما بتقول var x بيساوي 7 ده عباره عن ستيتمنت، ده جمله مفهومه بجد بجافا سكريبت. انت عايز تعمل ديكلاريشن لفاريبل زي جمله let وزي جمله const والكلام ده. فانكشنز والكلاسز، انت لما بتقول عباره عن لما بتكتب فانكشن يمكن انت بتكتب ستيتمنت، الفانكشن جوه منها ممكن تحط بارامترز، ها ممكن تجري مجموعه من العمليات الحسابيه، او ممكن جوه البارامترز دولت لو انت كنت عايز تحط اكسبريشنز عشان اي كلام ده، تمام. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن فانكشن. وفي بقى دو وايل وفور وايل وغيرها من النقط المختلفه. كل الكلام ده بنسميه في الجافا سكريبت ستيتمنتس. ده يا رب يكون المفهوم واضح كده، الفرق ما بين الستيتمنت وما بين الاكسبريشن. الستيتمنت يا جماعه بيبدا بجمله او في واحده من ضمن الحاجات دي، في واحده من ضمن الامور دي. والسطر البرمجي ده سواء كان هو حتى بيقول لك سنجل ستيتمنت ماي سبان مالتيبل لاينز، ممكن ستيتمنت واحده تقسمها على اكثر من سطر، وممكن مالتيبل ستيتمنتس بتحصل في وان لاين، ممكن اكتر من زي ستيتمنت يحصلوا في سطر واحد. هو بس if each statement is separated by semicolon. في الحاله ديت لو انت محتاج تفصل ما بين الستيتمنتس بتاعك بالسيميكولون، ده بالنسبه لي مفهوم الستيتمنتس. يا رب اكون وفقت في توضيح المعنى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.